السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم كنت بقول لحضرتك يا شيخ، عندي سؤال كده. نعم. كنت جدي عنده كذا ولد، وهو دلوقتي عايز يوزع الورث قبل ما هو يعني يتوفى وكذا. طيب السؤال، طيب دلوقتي هو يجوز ان هو يوزع ورث قبل ما يكره ذلك يتوفى الا وكده، اذا كان ولا هناك سبب يدعو الى ذلك. يكره ذلك الا اذا كان هناك سبب يدعو الى ذلك. وانصحه بانه اذا قسم يحفظ الاوراق هو مع مش شخص هيوزع امين يعني هيوزع ولا ورثه يسلمها لهم الا للبنات؟ بعد الوفاة. السلام عليكم.